الحوا هذا هذاك دوب هذا من المشاكل الكبيره اللي كاينة. الحوار ما عمره ما توقف، بل اكثر من هذا، الوزاره عيطات على الطلبه وقالت لهم اجيو، قالوا لي لا ما بغيناش نجيو. هذا هو اللي ما بقاش معقول. ملي كنتكلم على هذه المهنه، هذه راه مهنه نبيله وكبيره، واللي ما كنقادش عليها خصو ما يجيش ليها نهائيا. كنتكلم معكم بصراحه كبيره، واش عرفتوا الدياغرام هذاك ماسلو؟ راه الاطباء تيكونوا فوق هناك. انا ملي كنديروا اجتماع الحوار ما كيجيوش على شكل اخر، وملي كنديروا الحوار وكنقولوا ها كاين خصكم تمشي تعطيو وتقولوا للطلبه اكزاكتومون شنو درنا. ماشي اما اغلاق الكليه، هذا ما عنده حتى شي صحه. ولكن الا ما كنتو مقاطعين وما كتقراوش، علاش غادي نحل ديك الكليه؟ شنو هما؟ واش الكليه ولات جرده؟ الا كنتي كتقرا وكتجي باش دوز امتحانات الكليه مفتوحه، ولكن الا ما بغيتيش تجي دوز امتحانات وما بغيتيش تجي تقرا، علاش غادي نحل ليك؟ علاش غادي ندير الضو؟ علاش غادي ندير الماء؟ واش هذا ماشي معقول. اما بالنسبه ل 20% ديال الزياده ديال الطلبه، انا كنطلب منكم، ياك نتوما كلكم صحفيين، غادي تمشيو للكليات ديال الطب وغادي تدخلوا، غادي تاخذوا لي فيديو، غادي تاخذوا التصاور وتشوفوا واش لي زونفيتياتر عامرين ولا خاويين. غادي تلقاو بهم لنا خاويين. علاش؟ لان الدروس ماشي ملزمه. داكشي علاش سميتها فاكولتي. ودابا باش نوليو نقولوا بان زدنا الاعداد، هذه راه بلاد، هذه راه بلاد. واش بغيتو نمشيو نجيبو غير نجيبو الاطباء؟ راه خصنا نكونوا ولا نكونوا ولادنا، دونك خصنا نزيدو بالاعداد، لان السيد الوزير تكلم لي بغيا خصنا 34000 طبيب باش نبقاو نفرجوا، دونك خصنا نزيدو. والحكومه خصكم تشوفوا الموارد الماليه والبشريه اللي درنا، ما عمرها ما كانت في التاريخ ديال كليه الطب. دونك غير هاد السنه هادي 500 600 مصيب مالي على صعيد الكليه. هي سيد الوزير.